المهارة الفردية هي اللي عملت الفارق وتقدم باولو جورج، وهنا دفعة في الكرة الماضية وضرب ركلة جزاء. البعض من الممكن أن يقول لك هذه كتف قانوني، لا مش كتف قانوني. لماذا؟ لأن الكرة لم تكن في متناول اللاعبين. شرط الكسف القانوني أن تكون في متناول اللاعبين والكتف بالكتف، ولكن هنا القدم أمام المرمى ومحاولة، والهدف الأول يأتي لصالح نادي القادسية. إخوان الياس يضع الهدف الأول، هدف لمصلحة المباراة. بنو قادس الضيف الثقيل حتى الآن على فارق نادي الاتحاد يتقدم بهدف عن طريق اللاعب إخوان الياس. هدف ممتاز بلقطة ممتازة بركلة جزاء ممتازة، وهنا صاحب الخطة محمد سالم بطاقة صفراء مستحقة. نعم، كما ذكرت شرور الكتف القانوني أن يكون الكتف بالكتف وأن تكون الكرة في متناول اللاعبين، ولكن الكرة كانت مع جون جامبو أمامه، ومحمد سالم هو من اندفع عليه وهو من عارض في درب المرمى، وبالتالي ركلة الجزاء صحيحة. وضحى بشكل ممتاز اللاعب معين الشعباني، عفوا لم يكن إخوان الياس، معين الشعباني عفوا، يضع الهدف الأول، والابتسامة والفرحة الأولى يا